بعد عزف السلام الوطني لغانا وجمهورية مصر العربية ومراسم البداية أخذت، الفريقين خدوا القرعة وكتوكو هيبقى على يمينك والزمالك على شمالك. الحكم الدولي ناجي جويلي بيبص في ساعته، بيساعده النهارده محمد صالح بلاغه ومنذر بركيز. على فكره الحكم ناجي جويلي مرشح انه يحكم في نهائيات كاس العالم 94. نظبط ساعتنا والزمالك على شمالك، وصفر ناجي جويني ببداية المباراة التاريخية لكلا الفريقين. الحذر، كل الحذر في لقاء النهاردة من كلا الفريقين. احنا عارفين ان هم تعادلوا في كوتوكو، والنهاردة ان شاء الله يكون الفوز من نصيب نادي الزمالك. مرعي، حسين عبد اللطيف، نصار، والتالتة تبتبأ وقنبلة تخبط في الحيطة لحسين عبد اللطيف اللي متقدم قدام. أيمن منصور، إسماعيل، حسين تقلش لإسماعيل، أمامية، مرعي تخبط في حسين لما تتصلح له، وتخبط في 11 كوفي أوبري، وبره الملعب اهو. واضح جدا بدايه قويه لنادي الزمالك هجوميه، وكوتوكو بيلعب دفاع منطقه ورجل لرجل عشان يمتص بدايه المباراه. هشام يكن يمتص حماس لاعبي الزمالك. عصام مرعي اماميه يطلعها دوا رقم 15، وضربه حره مباشره لكوتوكو. خط الوسط كله لكوتوكو اتغير في هذا اللقاء، وعفت بيعمل هات وخد مع اسماعيل مع ايمانويل، وعفت وتسقط لايمانويل، ثالث الكوره ضربه مرمى لنادي كوتوكو. زي ما قلت لحضراتكم بيلعب سيد يوسف رقم 14 ومنسو رقم 4. منسو ده لعب اخر الشوط الثاني هناك، وأولي رحمن بيلعب أول مرة مكان بيترون وكوفي أوسو وأليكس نياركو، يعني غير خط وسطه بالكامل تقريبا. احنا النهارده إن شاء الله إن احنا نشيل الكاس بإذن الله. مرعي عفت وماشي عفت وماشي عفت وماشي عفت، وتتخطف منه كورة ويا أوسو يطلعها أمامية لحسين عبد اللطيف، يوقفها حلو قوي على وش رجله إنما دخل في الزحمة، تروح لمرعي، ومرعي لإيمانويل، إيمانويل مش مدينهم فرصة ان هم يتلموا على الكورة، وفاول على ايمانويل. قولي الرحمن دوت لاعب النهاردة ما لعبش في كوماسي، لعيب كويس قوي بيقوم بواجباته الدفاعية والهجومية، وعامل ثنائي مع 7 جورج ارس. يا اوسو بينضف على طول حسين عبد اللطيف، قولي الرحمن عاوز يعمل هات وخد، يديها لجورج ويشوت جورج، تخبط في اسماعيل وتروح لايمانويل. يلا ايمانويل، مساحة فاضية دلوقتي في خط ظهر كوتوكو، يلعب على طول الغندور، الغندور ماشي ومعاه فرانك، يلعبها لإيمانويل، وإيمانويل يفكر اللي هو يشوط وشاط، يمسكها على طول أنتوني، إنما هجمة سريعة، ولو نادي الزمالك عمل كور كده بسرعة ممكن يوصل على طول. كوفي أبري، وباقي على انتهاء الشوط الأول المباراة حوالي 5 دقايق، ولا زال التعادل السلبي قائم بدون أهداف، والنتيجة واضحة على وجه جهاز الكرة بقيادة الجوهري. بيفكر ان شاء الله ما بين الشوطين يقدر يفك خطه شرادي، وكره اماميه وفي رايه وفي صفاره، ضربه حره غير مباشره نتيجه تسلل جورج ارس. وادي اللعبه اللي بيلعبوا عليها على فكره، بيلعبوا على الهجمات المرتده عن طريق لعبتين بسرعه، وعلى طول شوت لعبه الكوره على طول لسامي الشيشيني. سامي الشيشيني يلعبها لايمانويل، ايمانويل 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 ايمانويل، يلعب كره عرضيه، انما ايمن، يا ايمن يمسكها على طول انتوني. ايمن مش متوقع، انما على فكره ايمانويل عامل زي الفهد بيمشي بالراحه بالراحه، وبيروح اهو
اثنين عليه، هدى السرعه هدى السرعه وفتح مره واحده ولعبها زي ما احنا شايفين، انما ايمن ما كانش متوقعها. هيطلع 11 كوفي اوبري، اكبر لاعبين سنا، تتلعب على طول للغندور اللي اتنقل ناحيه اليمين هنا. الغندور يلف كوره عرضيه مستنيها اسماعيل بدماغه، ضعيفه في ايد انتوني. انما الزمالك هو الاكثر وصولا الى مرمى كوتوكو، على عكس كوتوكو لم يصل الا مرتين، اول مره تقريبا بعد نص ساعه تقريبا 29 دقيقه، وهنشوفها مره ثانيه اهو. وبنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع، ولا زال التعادل السلبي قائم بين الزمالك وكوتوكو، ويصفر الحكم الدولي ناجي جوين بعد اضافه حوالي نص دقيقه فقط من الوقت البدل الضائع بانتهاء الشوط الاول بتعادل الزمالك وكوتوكو بدون اهداف. اشرف مرعي، حسين مرعي، اشرف وعاوز يشوط، يشوط ترد كورة من جواه، وكل كوتوكو في نص ملعبه، ومحاولات هجومية من نادي الزمالك مستمرة، ولكن الحائط البشري اللي مكونه كوتوكو بوعي لغاية دلوقتي ناجح إلى حد بعيد إن هو يمنع محاولات الزمالك المستمرة الهجومية. منسو ياخد الكورة إنما تتخطف من سعيد، وتروح الكورة لعشرة أحمد محمود، ومعاه سامي، يخش سامي ويطلع الكورة إنما يلحقها ياوا أوسو، وتتخطف من ياوا ويعمل فاول مع أيمن، ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. سعيد يوسف رقم 14 اللي عمل الفاول، تتعمل على طول الكورة لعفة نصار وعفة لإيمانويل، إنما على طول رقم 15 دواء يقطع ومعاه عفة، تروح الكورة لفرانك يلعبها يقطعها لاشرف يوسف، عليه واجب دفاعي كبير جدا ناجح فيه لغايه دلوقتي قدام جورج، واشرف يلعبها للغندور، الغندور بيجري له ايمانويل، وايمانويل متحاصر بثلاثه انما معاه فرانك، ويخش فرانك وتخبط الكوره وتتحول ضربه ركنيه. بيكلم نفسه ايمانويل، محاصر دايما بثلاثه لعيبه او اثنين على الاقل، وضربه ركنيه لنادي الزمالك. هيلعبها الغندور. الغندور وضربة ركنية يلفها عالية، يا دوبك يغمزها بدماغه أيمن منصور، يطلعها أنبياء ويكمل عليها منسو، وتروح ل 14 سعيد يوسف يلعبها لسبعة جورج اللي اتنقل ناحية الشمال، إنما يخش هشام ياكن ويطلع كرة بره الملعب أول، يلعبها جورج لياوا أوسو، لجورج مرة تانية، وجورج لسعيد يوسف، وسعيد يوسف لمنسو، ومنسو يلعبها، واللانجمان بيقول مش اوفسايد، انما حسين يطلع ويمسكها في منتهى الخطوره الكره اللي فاتت ديت، وحسين يستعجل ويلعبها ل 12 جو كيري، انما كان كره رايحه لاحمد محمود، واللانجمان قال ما فيش حاجه، ويلعبها على طول الغندور، وفي مساحه فاضيه في خط الظهر، وده اتلعب لايمانويل، وفي فرق سرعه بينه وبين امبيا، وماشي ايمانويل، وماشي ايمانويل، انما يغمزها برجله امبيا، وتروح الكره لانتوني، وطبعا ما يقدرش يمسكها، ينظف منطقه الجزاء على طول، وتوصل الكوره لاشرف يوسف، اشرف يوسف، وبدا رتم نادي الزمالك يبقى اسرع شويه عن الشوط الاول عن طريق ايمانويل، وتوصل الكوره لعفت، عفت وياوا اوسو، يطلعها ياوا اوسو بره الملعب اوت. وبدات المباراه طبعا تاخد طابع الحماس والسرعه للفرقتين، هجمه هنا وهجمه هنا، وحلوه قوي وايمانويل، وبتمشي الكوره ويلعبها لنفسه، ويلا ايمانويل وممكن يجيب جون، وهوبا الشبكه من بره، الشبكه من بره. لسه بقول لحضراتكم ان الكوره بقت سريعه، وهجمه هنا وهجمه هنا، وشايف انا اهو تعدي الكرة من فوق دماغ اميبيا الاماره، ولعبها بايده، انما اتاحت الفرصه حلوه قوي من ناجي جويلي، ويلعبها لنفسه ايمانويل بمنتهى الحرفنه، وعلى طول زي الصقر قبل ما يحصلوه يشوط قنبله يا دوبك في الشبكه من بره، واقع على الارض. الجماهير الكبيره اللي شايفينها دلوقتي، اسماعيل يوسف كان واقع على الارض وقام الحمد لله، وشايف انا مالك جابر فبيديله تحذير شفوي، اتلعبت الضربه الركنيه عاليه، وسامي شيشيني ويشوط افت وقنبله من حسين عبد اللطيف، ضربه مرمى، تكتل بشري
وسقام، والقنابل ارض ترد من ارجل لاعبي كوتوكو، وضربه مرمى لنادي كوتوكو. 41 دقيقه، هنشوفها مره ثانيه. الضربه الركنيه اهي، الغندور يرفع الكوره، الغندور تتصلح الكوره لاسماعيل، يطلق قذيفه اسماعيل، ترد مره ثانيه لحسين، يطلق قذيفه حسين بجوار القايم مباشره، تتنقل الكوره على طول ناحيه الشمال، ويصفر الحكم الدولي ناجي جويل قائم بالنادي الزمالك اللي معاه كوره وكوتوكو، وماشي الغندور، وايمانويل بيفتح اللعب ناحيه الشمال، يلمها ايمانويل وعاوز يعدي، وعدى بالعرض وعدى بالعرض، وماشي ايمانويل وماشي وعاوز يتلم على الكوره ويلعبها لاسماعيل، وياخدها مره ثانيه ويجرب حظه، وممكن يشوط وممكن ترد، انما ما ردتش من انطوني، ما ردتش من انطوني، ما ردتش من انطوني حارس مرمى كوتوكو. كان مجهود كبير قوي عامله ايمانويل، وهيعدي ويشاط. وشايف انا التغيير الثاني لنادي الزمالك، نادر السيد هيعمل التغيير الثاني لنادي الزمالك. والكابتن الجوهري اعتقد ما فيش تعليق على هذه الصوره ابدا، الا دعواتنا له بالتوفيق ولنادي الزمالك. مصطفى ابراهيم، ثلاثة ثلاثة، الهدف الرابع، أربعة أربعة. يا سلام يا سلام لو تكتمل الملحمة في استاد القاهرة، و هو اللي هيلعبها ويلعبها، ده جريء جدا جدا. أربعة أربعة، ستؤخذ أنطوني، ده جون جريء جدا أنطوني، وهو زي ما احنا شايفين جريء جدا ولعبها كويس جدا سامي الشيشيني. والحمد لله الحمد لله، الناس بتتنفس الصعداء، الحمد لله. فرانك يحط الهدف، ضربه وضربه. اسماعيل ويمسكها انطوني، بره ماراثون، مش ممكن مش ممكن. متشكرين جدا ادواء، احيا امل الزمالك مره اخرى، يحط الهدف. يلا بقى، طولت اول طولت اول حكايه، سبت خمسه، يا ترى مين اللي هيخش؟ جورج، ويحطها جورج، ستة ستة. وناجي يصفر، والحمد لله كان هيمسكها انطوني، كان هيمسكها انطوني سعيد، ويمسكها نادر، ويمسكها نادر، ويفوز نادي الزمالك بأقوى مباراة وماراثون طويل طويل، في اختبار من ربنا لجماهير استاد القاهرة وجماهير مصر كلها، اختبار جدي لصلابة الإنسان المصري وأعصابه. أخيرا وبعد ماراثون طويل وعظيم من جماهير نادي الزمالك وجماهير نادي مصر ولاعبي نادي الزمالك ولاعبي نادي كوتوكو أيضا، الحمد لله يفوز نادي الزمالك بالكأس، وبعد ماراثون طويل 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 ويبقى نادر السيد يصد الضربة الحاسمة الكبيرة جدا اللي كانت الجماهير هتنخدم.